بص يا جماعة، بيبص جوه البيت جوه البياضة بتاعتهم مش لاقيها سمسمة، يعني لأن هي كانت عايشة معاه وكانوا هيتجوزوا. بص يا جماعة بيدور عليها ازاي. هو ده كله ما كانش يعرف ان هي ماتت. بصوا يا جماعة، يعني انا والله اول مرة اشوفه كده، يعني ده مش طبيعي. يعني شايفين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ تحياتي ليكم. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، دخلت لقيت العصفورة سمسمة ماتت. طبعا اتصدمت جدا، لان انا يعني مش مقصر معاهم في ايه، في حتة الاكل والنظافة والشرب وكده، مش مقصر معاهم. زي ما انتوا شايفين المية اهي، وريتها لكم دلوقتي، مش يعني مش قليلة، مليلهم المية للاخر. الاطباق الاكل زي ما انتوا شايفين فيها اكل كويس، يعني مش ما فيش اكل قليل. متابع معاهم الاكل كل يوم، كانت بتلعب لاخر لحظة. والعصفورة اهو التاني ما شاء الله برضو صحته كويسة وما فيهوش اي مشاكل. الغريبة بقى ان انا دلوقتي اتفاجئت ان هي سمسمة ماتت، وسمسمة هو واقف ومستغرب، وهي ميتها وجسمها متخشب، يعني باينه مش عارف ايه السبب. سبحان الله، مفيش حشرات بتخش في المكان، مفيش نمل في البيت بتاعهم، مفيش اي حاجه يعني. فمش عارف ايه السبب الصراحه. فاطلعها دلوقتي اهو كده واحطها، يعني يمكن يكون في امل، لكن الواضح من اول ما شفتها ان هي كده ماتت. بس انا بصراحة زعلت جدا، يعني زعلت زي ما انتوا شايفين كده ميتة، يعني ما فيهاش كلام زي ما انتوا شايفين. عوضنا على الله يعني، لكن في الاول وفي الاخر دي يعني ايه، روح. والعصفور ده بيبقى حاجة جميلة جدا يعني في البيت. ف كان من الحاجات اللي مفرحاني يعني وجوده وكده، وكان شكله جميل والونه جميلة جدا، وكان شقي، يعني كان شقي عن العصفور الاصفر اللي قدامكم ده. هو كان مختلف شويه، يعني تحس ان هو بيلعب اكتر، شقي اكتر. المرجحه اللي متعلقه دي كان هو بيوقعها، ويمكن هي الحاجه اللي لفت انتباهي ان انا ما علقتها، ما لقيتهاش وقع، فاستغربت. انا معلقها له امبارح، فببص قلت له ايه يا سمسم، امال فين سمسمه؟ فكرتها في البياضه، ببص ما لقيتش حاجه. لفت انتباهي ان هي على الارض، اتصدمت صدمة جامدة قوي يعني، وزعلت قوي قوي قوي. ليه؟ لان برضو يعني مهما كان الحيوان او الطائر بيبقى عشرة، بصرف النظر ان انت اشتريته بفلوس او صرفت عليه فلوس في تربيته، مش ده المهم. او بالنسبة لي مش ده المهم، الاهم ان انت عاشرت الكائن ده، اذا كان بقى حيوان او طائر، عاشرته وحبيته ومريت بمواقف معاه جميلة، فاتأثرت طبعا بالعشرة يعني. فزي ما انتم شايفين لما شفتها كده زعلت جدا يعني عليها. وحتى دايما يعني ليهم مواقف حلوة. كنت لما باجي مثلا أكل ديفا وبيل، هما موجودين تحت أوريهولكم دلوقتي، كان العصافير بتنده عليا عشان أكلها، أروح مأكلها مع ديفا وبيل. والعكس برضه، اما باجي أكل العصافير ساعات ألاقي ديفا وبيل يبقوا عايزين ياكلوا، أروح مأكل كله في وقت واحد يعني. فالصراحة حتى الحيطة ما بيمشيش عليها حشرات ولا حاجة، وما فيش أي حاجة أذتها يعني. أنا مستغرب ماتت كده إزاي، سبحان الله ونصيب. والبياضة جوه أنا حطيت لها نشارة اللي هي الناعمة دي، كانت بتخش جوه البياضة تتدفى. والمكان ده أصلا عكس الهوا، يعني الباب بتاع البياضة ده ما بيخشلوش هوا، يعني حتى ما قدرش أقول إن هي جالها برد أو الجو ساقع عليها. بالأخص إن اليومين دولت كمان الجو ما بقاش ساقع زي الاول، الجو بقى جميل يعني. فطبعا انا مش عارف السبب، بس طبعا الحمد لله على كل حال ونصيبها كده يعني. اما العصفور التاني بقى، هضطر كده سمسم اجيب له عصفورة تانية بدلها، رغم ان دي هتوحشني قوي.
وهدفن دي، وهتشوفوني دلوقتي انا بدفنها، واجيب بقى ونس تاني. ليه؟ لان هو طبعا اتأثر جدا، واضح عليه متأثر جدا، صعبان عليا لان انا متعود عليه ما بيشوفني بيقعد ينده عليا، وبيبقى عايز بس احط له اكل حاجة، بيبقى عارفني. حتى اما بكون مثلا مش جاي له مخصوص عشان احط له الاكل او احط له الميه او حاجه، ومعدي بس كده معدي، ابص الاقيه بينده عليا، بالاخص العصفور ده، وهي كمان كانت بتنده عليا سمسمه. ف لقيت طباعه غريبه، ولقيت المرجحه اللي هو اللي انا متعود اشوفها بتقع، سمسمه بتوقعها على طول، بتقعد تفكها وتوقعها، لقيتها متعلقه. استغربت، قلت له ايه ده، ازاي متعلقه لحد دلوقتي؟ فالحمد لله على كل حال، بيل اهو قاعد. ما بقول لكم يعني ايه، ان انا مقعدهم كلهم في مكان واحد مع بعض. بيل اهو قاعد عندهله، تعالى بيل. وديفا برضو، يعني ديفا برضو ايه فوق، لسه قايلها اطلعي اما اتصدمت، عندهالها برضو تيجي تقعد معانا. واخد العصفور ده ادفنه دلوقتي، تعالى يا ديفا يلا. ديفا يا ديفا، هي ديفا جت اهي يا جماعة. اخد دلوقتي العصفور بقى ادفنه. طبعا يعني انا واثق ان برضو بيل وديفا الاتنين متأثرين، يعني انا شفت بيل وقاعد كده بيبص على العصفور فهم، وديفا برضو متأثرة، يعني هما تحس ان هما عشرة، سبحان الله. انا يعني برضو ببص دايما للحيوانات من الناحية النفسية بتاعتهم، بلاحظ ان هما برضو بيحسوا بحاجات. يعني الواحد برضو ما يفكرش ان الحيوان ده دوبك بياكل وبيشرب وبيعمل حمام وبينام بس، لا، في حاجات في نفسياتهم برضو، بيحسوا بحاجات، بيعبروا عن حاجات، بيفرحوا وبيزعلوا، يعني ليهم موقف حلو يعني. بس قدر الله ما شاء فعل، موضوع العصفور ده زعلني، لكن في الاول في الاخر النصيب الحمد لله. اما طبعا العصفور التانية محتاج مني رعاية بقى الايام دي، و يعني ايه اهتم برضو بالقفص، لاني انا برضو يعني ايه رغم ان واثق ان القفص كويس ما فيهوش حاجة زي ما انتم شايفين، وفي اكل وفي مية، والاكل والمية كويسين، بس يعني هفرز القفص من جديد، يمكن يكون في حشرة صغيرة ولا حاجة العصفور كلها، اي مش عارف، اي حشرة صغيرة جه قرصته. هنضف القفص كويس جدا، وانضفه بديتول، وبعد كده ارجع احط لهم اكل من جديد وميه من جديد، وان شاء الله اجيب عصفور تاني وهفرجكم عليه، وهجيب ان شاء الله باذن الله برضو، يعني هعمل كذا فيديو وانا بجيب حاجات للعصافير واكل العصافير وطرق شرح برضو للعصافير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. بس انا هاخد دلوقتي سمسمة عشان خاطر ادفنها، لان طبعا حرام اخليها بالشكل ده قدام سمسم، يعني لان زعلان. بصوا يا جماعة، هو سايب كل حاجة لو تلاحظوا، وقاعد عندها، بصوا بيبص عليها اهو، هو قاعد راح الجنب اللي هي نايمة فيه زي ما انتوا شايفين، بصوا بيبص عليها ازاي ومتأثر ازاي. او هروح دلوقتي ادفنها، يعني المكان ده عندي كده في زاوية تحت البيت كده، فيها طينة، احط العصفور زي ما انتوا شايفين وادفنه، والنصيب بقى هو بقى نصيبه بقى، ياخد فترة كده بعد كده يختفي من المكان زي اي حاجة بتدفن يعني. بس انا كان لازم يعني ادفنه، لاني ما ينفعش اوديه في اي حتة تاني او اسيبه كده او ارميه طبعا، وعشان العصفور التاني ما يتأثرش يعني. فخدته طبعا بعيد عنه ودفنته زي ما انتوا شايفين، بس كده. الغريبة بقى لما انا رجعت دفنته خلاص ورجعت اهو، يعني هتشوفوني دلوقتي وانا راجع
العصفور هيتجنن اول مره يشوف كده، سبحان الله. وده هيثبت لكم يعني الكائنات دي بتحس يا جماعه، بتتألم وبتحب بعضها عادي، وبتتعلق ببعضها وبتتعلق بصاحبها. يعني انا عن نفسي اما باجي اعدي بقول لكم بيندهوا عليا وبيحبوني، وعارفين كيس الاكل بتاعهم وعلبه الاكل بتاعتهم وحاجاتهم، وعارفين الميه اما بحطها، وبيعبروا بكل حاجه. يعني انا بفهم ان هما بيعبروا عايزين الحاجه دي، ف سبحان الله. يعني مع بعضيهم اكيد برضو بيفهموا بعض وبيزعلوا على بعض لو حد حصل له حاجه. فهسيبكم مع الفيديو الاخير يا جماعه، اللي هو بعد ما دفنتها زي ما انتوا شفتوا كده ورجعت، العصفور التاني كان هيتجنن عليها، وسبحان الله تشوفوه بيدور عليها في كل مكان، وفي البيت بتاعهم البيضة بتاعتهم دي، وفي كل مكان مش عايز يسكت وقالب الدنيا. فان شاء الله هجيب له عصفورة تانية كده تعوضه وتبقى معاه تونسه. وتحياتي ليكو، متنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ومشاركة. وتحياتي ليكو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، يعني اقسم بالله لو انسان يعني مش هيعمل كده. بصوا العصفور بيدور على العصفور التاني يا عيني، بعد ما دفنتها بيدور على العصفورة حبيبته يا عيني. ازاي شايفين ما بطلش من ساعة يعني ما خدتها دفنتها، وهو بصوا بيدور عليها جوه، حول ولا قوة الا بالله، بيدور عليها جوه وقاعد ينده ويبص مش عارف هي فين، او بيبص في البياضة مش عارف هي فين. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بيحس زيه زي الانسان بالظبط، شايفين يا جماعة. بصوا بيدور عليها، هو دلوقتي قاعد يدور عليها اهو. اكيد برضو الناس اللي بتفهم في لغة العصافير شوية هيفهموا يعني طريقة تعبير العصفور. بصوا حاول، بصوا يعني انا والله اول مرة اشوف العصفور ده بيعمل كده، عشان كده لفت نظري بعد ما دفنتها ورجعت، لفت نظري شكله بالشكل ده كده، واللي هو بيعمله ده عمره ما عمل كده. بيدور عليها في البيت وبيدور عليها تحت. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة بيبص جوه البيت جوه البياضة بتاعتهم مش لاقيها سمسمة، يعني لأن هي كانت عايشة معاه وكانوا هيتجوزوا. بصوا يا جماعة بيدور عليها ازاي. هو ده كله ما كانش يعرف ان هي ماتت. بصوا يا جماعة، يعني انا والله اول مرة اشوفه كده، يعني ده مش طبيعي يعني، شايفين؟